عليكم، مرحبا بكم من جديد في قناة أمل كيتشن. اليوم غادي نوجدوا واحد الوصفة جد سهلة ورائعة، وهي من المطبخ الأفغاني فعلا، وكتسمى أفغان كريم رول ريسيبي. جد سهلة، ما كنحتاجو بزاف ديال المكونات، وغادي نبداو على بركة الله. في المكونات كنحتاجو هنايا البوف باستري او العجين المورق او العجين الفطير. انا خديته وانا واجد من الماركت، ويمكن لك تصاغبيه في الدار. هنا عندي دي بابيي الومنيوم، بابيي الومنيوم رويته على هذا الشكل هذا حيت نحتاج ليه باش نصاغب الكريم رول. وهنا عندنا القشده الطريه، القشدة الطرية كتصاوبيها في الدار، انا شريتها ديجا من الماركت اولسو. هنا عندنا البايب، هنا فاش غادي نخرجوا القشدة الطرية. عندنا هنا ربع كاس من السكر ثقيل، وعندنا الكاردامون او حبة الهيل باودر غبرة غادي نحتاجوها كذلك. غادي ناخذوا الورق او العجين المورق، العجين المورق غادي نسرحوه بمدلك شي شويه حتى يولي هو ديجا رقيق، وانما حتى يولينا شويه رقيق. وغادي نقطعوا هذا العجين المورق رقائق او شرائط صغيره على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. من بعد ما نحصلوا على الشرائط بحال هذا الشكل هذا، غادي نقبضوا البابي الومنيوم وغادي نلويو داك الشرائط ديال العجين المورق. حنا كنجبدوا غير بشويه وكنلويو حتى نكملوا ونحصلوا على هذا الشكل. غادي نسخنوا الفران على درجه حراره 300 حتى 350 درجه، وغادي نحطوا هذا العجين المورق اللي لوينا على بابي الومنيوم، وغادي ندخلوا للفرن يطيب. ما كنظنش انه غادي يكون واحد 20 دقيقه، وغادي ندخلو للفرن حتى يتحمر من جوج جهات. غادي ناخذو طبسيل وغادي نوضعو فيه سكر ثقيل مع معلقه ديال حبه الهيل غبره، وغادي نخلطوهم، ومن بعد غادي نمرمدو او كما نقولوا بالدارجه نمرمدو الكريم رول ديالنا بالسكر الثقيل. ونسيت ما قلتش ان من بعد ما تخرجي الكريم رول من الفرن غادي تخليه شويه يبرد حتى تحيدي باش يبرد وتحيدي داك البابي الومنيوم. هنايا ديجا هنا ساليسه لينا بالسكر الثقيل. غادي ناخذ البايب، غادي نعمروها بالقشده الطريه، وغادي نعمروا الكريم رول من جوج جهات بحال هذا الشكل. اي فوالا، هذا هو الشكل النهائي، وكنتمنى ان الوصفه ديال اليوم عجبتكم. افغان كريم رول ريسيبي كتصطحبيه او كترفقيه بالشاي، وكتجي لذيذ بزاف. كنتمنى ان هذه الوصفه عجبتكم، وكنشكركم بزاف. وما تنساوش تسجلوا في القناه ديالي. ثانك يو سو ماتش، باي.